ما كتشاهدوا الاوحال والغيص والطين، الحاله الكارثيه، الحاله الكارثيه لمركز قلميمه. فبصريح العباره الاحتجاج حق مشروع كما كتشوفوا. شوفوا هذه الفضيحه، هذه تفوات الميزانيات، فضيحه. شوفوا شوفوا هذا الغيس، شوف هذا الغيس وهذه الاوحال اللي كتعاني منها المدينه. شي شتيكات من الزمانات فشوها 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 فشوها. والى صور صور تدمي القلوب. إذن الإخوة الأخوات، المسيرة الاحتجاجية التنديدية ما زالت تواصل وتجوب شوارع مدينة قلميمة وأزقتها أيضا، وتندد بوضعها الكارثي وتطالب الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في هذه المشاريع، وكذلك أيضا تطالب الجهات المختصة بإفادة لجان وزارية لفتح تحقيق في الشأن المحلي بجماعة قلميمة. إذن متابعي ومتابعات قناة بلاز وقت تي في، ما زلنا نواصل معكم هذه الاحتجاجات من مدينة قلميمة إقليم الرشيدية جهة درعا تافيلالت. تحية الرجل، بارك الله عليكم، تحية. إذن إخواني أخواتي، ما زلنا نواصل معكم هذا البث المباشر من مدينة قلميمة. التجار يطالبون بفتح تحقيق وإفادة لجان مركزية إلى هذه الجماعة الترابية من أجل التسريع في إتمام مشروع التهيئة الذي بات يؤرق بال الساكنة وكذلك أيضا الزوار. بغينا الرسالة توصل للملك، توصل وزير الداخلية، اللهم إن هذا منتفى هذا الشيء. تحية تبارك الله. الرسالة توصل للملك، الله يجزيكم بخير. تحية. كيعانيوا السكينة ديال قلميمة،
كل شيء منكر فيه، البنية التحتية، الصحة، كل شيء، جميع المجالات، اللهم إن هذا منكر. بارك الله عليك، صحية. السلام عليكم. إذن الإخوة الأخوات مازلنا نوصل هذا البث المباشر، سنسق آراء المواطنين والتجار أيضا حول، شوفوا الكارثة، شوفوا الكارثة، شوفوا الغيس. الو طالو 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 اشوف يا مسؤول، شوف يا مسؤول، شوف يا مسؤول، قول مي ما في الاوحال وفي الغيس. الو الو الشلحيت تمازيغت، الو الو بالعربية الطين.